كمحقق كمجتهد لابد تعين موقفك، ما يمكن أنه تكون نصف هنا نصف ماذا هنا. ولذا تجدون أن صاحب الجواهر بيني وبين الله في مسألة الغيبة أعزائي لا في مسألة النجاسة، لأنكم تعلمون تترتب مجموعة من الآثار في مسألتي في جواز غيبة المخالف في المجلد 22 صفحة 62 يقول بأنه التفتوا جيدا، يقول لكن لا يخفى على الخبير الماهر الواقف على ما تضافرت به النصوص بل تواترت. ماذا تواترت؟ من لعنهم وسبهم وشتمهم وكفرهم وأنهم مجوس هذه الأمة وأشر من النصارى وأنجس مولانا من الكلى. أسعد مولانا وبين الله نسوي مولانا مؤتمرات لشنو؟ للتقريب. أصلا إلى معنى أو ما إلى معنى؟ واقعا إلى معنى أو ما إلى معنى؟ ما إلى معنى عزيزي، بيني وبين الله أصلا ما إلى محتوى إلا أنه المبنى يختلف. نعم إذا قال أن الذي يقيم المؤتمرات بيني وبين الله هذه وجهة النظر نوافق عليها أو لا نوافق؟ لا نوافق. ولكن بودي أنه أشير إلى نكتة، وهو أنه لا بد أن يعلم الفرق بين هذا التكفير الذي يصدر من بعض علماء الإمامية والتكفير الصادر من علماء أو من بعض علماء أهل السنة، أن علماء أو بعض علماء أهل السنة وخصوصا المنهج الحنبلي، المنهج الذي أسس له ابن تيمية، المنهج الذي سار عليه محمد بن عبد الوهاب وما بعد ذلك، أنهم رتبوا الآثار فقالوا بماذا؟ بوجوب قتلهم وذبحهم وانتهاك حرماتهم وأسرهم وأخذ أموالهم ونهبها وإلى غير ذلك. والآن تجدون أنتم تجدون، ولكنه في المقابل حتى من كفرهم من علماء أو بعض علماء الشيعة لم يجوزوا ذلك أبدا أبدا، قالوا لا يجوز. ولذا نفسه صاحب الجواهر قبل سطرين من هذا الكلام يقول إذ كما لا يجوز أخذ مال المخالف وقتله لا يجوز تناول عرضه. هذا أن كلها مقبول، ولكنه في الواقع ما هو؟ باعتبار أنه صحيح أنه هذا كذا هذا كذا هذا كذا، ولكن هذا مو معناه أنه مهدور الدم والمال والعرض اللي الآن نحن نجده عند بعض ها هؤلاء الذين يسمون أنفسهم وهابية، يسمون أنفسهم سلفية جهادية، سمهم ما شئت. هذا هو الفارق الجوهري بين هذا التكفير وبين ماذا؟ وبين ذلك التكفير، فلا يحصل خلط بين المسألتين.